زعما حشومه يحاولوا يوسخوا الناس سمعتنا كذبا كنربحوا 57 والتشوشره بالشهون عند المواطن. علاش؟ حيت عارفين الا قاصونا حنا ما غنسكتوش وبغاو يحيدوا لنا المصداقيه ديالنا باش منين نخرجوا ناضلو يقولوا هذوك لاباس عليهم زيتي غوتوا. لا حنا راه ما لاباسش علينا، حنا راه كنضحيو على هاد البلاد وواكلين الدق وصابرين، ويني راه ما غنخليوش شي واحد يدوز علينا، هادي راه ما غنديروهاش. وحنا راه ماشي هو الحيط الصغير، وحنا ماشي هو كبش الفداء. الندوه الصحفيه ديال الوزير بيتاس قال فيما قاله حول قطاع ديال الصيادله على انه لا يوجد مخاطب ديال الصيادله، الى اي حد هذا الامر صحيح؟ شكرا اللي اشرتي لهذه النقطه هذه. اولا خاص تعرفوا بان في التنظيمات المهنيه ديال الصيادله عندنا الهيئه الوطنيه والمجالس الجهويه اللي هما بمثابه امتداد الاداره، وان اللي كيدافع على الحقوق الماديه ديال الصيادله واللي كيشارك في النقاشات وفي فيما يخص مراسيم تحديد اسم الادويه وهذا الشيء كله هما النقابات. دونك هاد النقطه اللي اشار ليها ما فهمتش، بحال النقابات ما كاينينش. دونك اذا كان مشكل في الهيئه ولا ما النهايه ما جاتش انتخابات، هذا موضوع ما عنده علاقه ب ما عندوش محاور. والدليل القاطع على هذا ان المرسوم ديال تحديد سم الادويه اللي دابا كنخدموا به ديال 2014 بحال اللي قلت، كان رئيس المجلس الوطني كان انتهت المده الانتداب ديال المجلس الوطني وكان انتهت، وكان كاع بالاكثر كان رئيس المجلس الوطني اللي هو من هيئه المصنعين ما خرج تقاعد، يعني ما بقاش مقيد بجدول هذاك، وكان كيمارس المهام ديالو لان كاينه في الاداره كاينه لا كونتينيتي، وحضر معنا في الاجتماعات ووقع معنا هذا المرسوم. غير هما كيف كتعرفوا ملي كنبغيو نهربوا من شي حاجه ونهربوا نواجهوا شي واحد تنبداو نلقاو الاسباب، ما عنديش مراد. والثانيين راه الانترلوكيتور فيما يخص تحديد ثمن الادويه ولا هوامش ربح الصيادله راه خاصهم النقابات اللي كيشتشروهم، ماشي الهيئه. الهيئه راه هي امتداد الاداره، دونك ما يمكنش يتناقش. انه الهيئه الى حد ما وضعها شويه، ولكن النقابات علاش ما كيستقبلوش النقابات؟ ما استقبلوش النقابات باش لان انا في الممارسه ديال النقابيه ملي ما تيقدش واحد يواجه كاين كيهربوا. ها هما النقابات مدابزين بيناتهم، هاد راه جميع دول العالم النقابات تكون كاينه سي دي تي ولو دي تي، والنقابات راه عمرهم ما تيكونوا متحدين، واني السلطات والحكومه كتستقبل النقابات وكياخذوا الراي ديال كل نقابه. يعني هذا الشيء ما فهمتش انا هذا الهروب من دراسه الموضوع حقيقيا والجلوس على طاوله واحده باش نعرفوا شنو كاين بصح. ولكن شنو اللي كيمنع انكم تنظموا انتخابات مهنيه؟ بالنسبه للمجالس الجهويه بيان سور عندنا مشروع قانون 98 18 اللي كاين في البرلمان، وهنا كيتطرح واحد التساؤل ما فهمناش، نتمنوا على الله بداك الشيء اللي فاهم منهم يكون هو الحقيقه، ان هذاك القانون ديال 78 98 18 كان غادي يتم التصويت عليه في اللجنه يوم الثلاثاء قبل من انتهاء لا سيسيون بارلمونتير الشتاء، كان غاتسالي نهار الجمعه. دونك نهار الثلاث كان يصوتوا على القانون 98 18 في البرلمان. اش فيه هذا؟ كيهضر على جهويات المجالس وصلاحيات المجالس، دونك الظاهر الجديد ديال الهيئه. وما فهمناش هذاك الصباح قالوا بان تم التاجيل ديال التصويت بطلب من الحكومه، حنا ما فهمناش علاش. واذا بنا اليوم تنشوفوا بان كيستعملوا واحد مرسوم قانون اللي كيتستعمل ملي تيكون البرلمان مسدود ما بين لي دوسيسيون، وغيرجعونا للدائر ديال 76 هو اللي قال اه حنا غنديروه. دوك هنا كتبان لك شي حاجه ماشي هي هذيك، كيفاش طلبتي التاجيل ديال التصويت ديال القانون اللي كيتسناو لي فارماسي هذه 20 عام ومنين وسبحان الله بقوة قادر منين اجلتي تحتي في البرلمان تسد. شنو كاين في هذا المشروع اللي قدمته؟ انا بيان سور دونك بقوة قادر تحتي في البرلمان تسد وطبقتي ذاك الفصل ديال مرسوم القانون. دونك هنا راه كاين هادشي بريباري. دوزيامون الظاهر 76 هما اللي غيبغيوه، حيت الظاهر 76 تيقول لك لافي دو كونسي اي كونسلتاتيف استشاري شاورونا دير بريو. دونك تيصيفط لك لافي كون قابل ما تكونش قابل كيدير اللي بغا. حنا لا في هاد الدائره ديال 98 18 نقولوا لافي دي كونسي خاصو يكون ديسيزيونيل، واذا ما كانش الموافقه تكون اون كوميسيون داربيتراج. اما الا كدير ظاهر ولا كدير هيئه الصيادله وكتقول راني استشرت معاه ويقول لي بغاو ويقول ايه ولا يقول لا سا لو شونج غيان، هذه راه ماشي استشاره.
دونك حنا تنقولوا بان حنا مهنه نصوم دي فارماسيان دي باك بلس 6 خاصها تكون عندنا واحد لافي ماشي كونسلتاتيف. انا بأندور احنا اللي عارفين بحق المهنه ديالنا وحنا عارفين مشاكل المهنه وحنا اللي عارفين لي كريز ايكونوميك المهنه. التوجه الجديد ديال الدستور على انه كاين المقاربه التشاركيه، المفروض انكم تشاركوا في اي قرار كاين لكم. حنا الظاهر ديال 76 يطبق عليه المقوله المغربيه شاورو لا دير بريو، سي اون كيستيون دو بوليتيس، من باب الصواب تيصيفط لك شنو كاين وجاوبته ولا ما تجاوبش ولا قول ايه ولا قول لا راه ما تاش بيان. وهذا شي حشومه جو بونس كو اون بو با ان 2023 سو لا كوندويت تحت لا كوندويت اكليري دو سا ماجيستي والمغرب راك شتي كيفاش كيتحسن كيفاش تيتطور نجيو حنا باقي كنخدموا هاد الاساليب وهاد الحسابات الضيقه ناجل التصويت باش نطيحها في مرسوم هادشي الامور واضحه يعني ما خاصناش نوصلوا لهادشي. ما كانش بان حتى طريقه الانتخاب غرفه شباب واش كيتسموا الجهه الشمال جهه الجنوب ما بقاش الوقت ديالو الان ما بقاتش شي حاجه. العدول عندهم الجهويه ديزوردر جداد وعندهم احنا ما يمكنش نبقى فارماسي يجي من بوش دور من الداخل باش ياخذ ورقه في الدار البيضاء. هادشي سي لوجيك. حنا كنقترحوا حنا في القانون ديال 98-18 بان كل جهه عندها الكونسي ديالها والحاجه لا بلوز امبورطونت ان خاصنا نعطيو الصلاحيات للمجالس المختصه. جو ميكسبليك، حنا اليوم السلطه كاينه في المجلس الوطني والمجلس الوطني مكون من الصناع الموزعين والصيادلات الصيدليات والبيولوجيست وبيان سور بين الصناع الصناع والموزعين والصيدله كاين كونفلي دانتيغي. واش غنطيح هذا دابا غنطيحوا ثمن الدواء ولا نطيحوا لي مارج نطيحوا من عند المصنع ولا من عند الموزع ولا من عند الصيدلي؟ دونك كاين ان كونفلي دانتيغي. دونك حنا تنقولوا تضارب مصالح. حنا بغينا في القانون ديال 98-18 يكون المجلس الوطني عنده ان رول اكاديميك كيهضر السياسه الدوائيه، واني ملي كتقيس هوامش الربح ديال شي واحد من الاعضاء المجلس الوطني يا صناع يا داك خاص هذاك المجلس المختص مجلس الصيادلات الصيدليات هو اللي يهضر على حقوق الصيادله، لي زاندستريال الكونسي ديالهم اللي يهضر عليهم ولي فارماسيان دوفيسين اللي فاضيين. ثانيا هل يعقل اليوم في الدائره 76 في المجلس التاديبي مكون من الصناع لي غروسيس؟ دابا انت كدوز في ديسيبلين عنده واحد تشرب عنده الدواء واش مخلصو ما مخلصوش ولا عند اندستريال اش مع علاقه باش يدوز للمجلس التاديبي؟ سي لوجيك. واحد ماشي ما كيعرفش المهنه ديالي انا فارماسيان دوفيسير المشاكل اللي عندي في الفارماسي المخالفات ديال الفارماسي ولا انا غادي نمشي ولا عاوتاني الفارماسيان في المجلس الوطني غيدوز اندستريال دار شي خطا في الصناعه اش الفارماسيان دوفيسير باش عارف هادشي هو؟ ولا كيتسالوا شي حاجه ولا عندهم معاه شي مشكل بحال اللي قلتي ديال الطريقه ما خلصهمش ولا عندهم معاه شي حساب. دونك ما يمكنش انايا واحد ماشي من الجسم ديالي احنا كنا صيادله واني ماشي من سبيسياليتي ديالي يدوزني في التاديبي ندوز ولا انا صيدلي الصيدليات غندوز احيائي في الديسيبلين. انا عارف اش كيديروا في المشاكل ديالهم ديال البيولوجي لي زيغور في لي اناليز داكشي داكشي ماشي اختصاص الصيادله الصيدليات. يعني حتى حشومه ان فارماسيان دوفيسين يدوز ان بيولوجيست ولا ان اندستريال في الديسيبلين ولا العكس ما لا علاقه له به. واليوم المجلس الوطني اللي هي بمثابه محكمه الاستئناف يعني لو ركور فيها التكوينه ديالها بهذه الطريقه هذا الشيء ما يمكنش ما بقاش شيء متجاوز. كنتكلموا على الجانب التنظيمي سيت الاول ايضا تزامن هذا الامر مع التقرير الاخير ديال مجلس الحسابات. عندكم هامش ربح كثير، عندكم اتهامات كثيره بعدم التنظيم بالاحتكار بعدد ديال الامور، شنو الرد ديالكم؟ اولا مزيان اللي طرحتي هذا السؤال. هذا هامش ربح الصيادله داروا لنا بواحد واحد مقوله مغربيه هذاك المقدم اللي مشى يخطب وقال لهم انا والقايد كناخذ 15000 درهم ومسكين المقدم ياخذ 2500 درهم. دونك ملي كتبغي تهضر على نوضحوا للمواطن هو اللي خصو يفهم فاسيلمون يمكن لك تقول الفارماسيان تيربح من البري فينال 30% بروت ومن تي يخلص لي شارج الخدامه والكرا والتليفون والمصاريف كامله كتبقى له 8% نيت. هذه كتسمى اون اكسبليكاسيون اونيت كتقول هذا السيد شحال تيربح. وإلا بغيتي تدوخ الناس وتبين لهم راه تيربح تقول لهم راه الفارماسيا تربح 57% من الثمن ديال المصنع. راه هي نفس الشيء قلتي غير هذيك تحاول تبين داك 57 باش الناس تتبع لهم 57 تصحى لهم بصح هو الربح. حنا الصيادله ديال الصيدليات تربحوا باش ما تخرجش 33 ديك لي مارج
كاين تي ان و تي دو ندير ريزومي بحال دابا 30% من البري فينال دونك تسمى لا مارج بروت من هذاك الثمن اللي تيمشي يخلص المواطن انا غنسهلها من 100 درهم تربحوا 30 درهم 30 درهم كتخلص منها لي شارج كتخلص منها كلشي كتبقى لك 8 درهم 8% هكا راه حنا الا كنا بصح كنربحوا في 100 درهم 57 الا كنا على حسب الهضره ديالهم قال لك حنا في 100 درهم تربحوا 57 درهم يعطيونا غير يعطيونا غير 40 الله يرحم بالوالدين حنا نشكرهم بوسوا لهم ريوسهم يعطيونا غير 40 درهم ما بغيناش 57 بغينا 40 ولكن هذا من جهه الحسابات واش ما ضابطش هذه الحسابات ولا وقع سوء فهم ولا عدم مجلس الاعلى للحسابات راه هو تيقول 57% من البري فابريكا واني بالنسبه للمواطن العادي راه كيسمعها 57 ما تيكملش داك من البري فابريكا هذا اللي بغاو يلعبوا عليها كيلعبوا عليها دابا هاد الناس اللي بغاو يطيحوا تما الادويه ولا مارج وهذا الشيء تيلعبوا على سوء الفهم راه هو تيقول 57 من البري فابريكا راه وينو للمصلين فهمتي وحنا واني كولا كانوا بصح باغيين يقولوا الصراحه يقول الفارماسيان تيربح 30% بروت و 800% نيت والدليل القاطع على هذا هو مديريه الضرائب على حنا كنربحوا 57% ويديروا لنا الضريبه على 8% كاع هما بولادا هاد مديريه الضرائب دوك راه مديريه الضرائب عارفه بان 30% ديال 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 البينيفيس الفارماسيان كتمشي له 22% في لي شارج وكتبقى له 8% يعني هذه ماشي شي حاجه نخسروها ولكن كاين واحد النيه مبيته باش يوضحوا للمواطن بان راه الفارماسيان تيربح 57% وانا تنقول هاد الناس اللي تيقولوا الفارماسيان تيربح 57% الا كنا حنا نترجمها بالمغربيه الا كنا كنربحوا حنا 57 درهم في 100 درهم يعطيونا غير 40 درهم ونقول لهم الله يرحم بالوالدين غير 40% من البري فينال حنا بغينا 40% من البري فينال ما يبدا يلعبوا على ديال البري فابريكا ولا ماج بريمي غادي التقرير الاخير ديال المجلس على الحسابات طرق المساله المقارنه الوضع ديال الصياد ديال في المغرب فرنسا وبلجيكا واش المقارنه صحيحه ما صحيحش شنو واقع مزيان اللي جبتي هذه النقطه هذه هي اللي كانت ملي كان كنسميها انا لا مالونيتي انتيليكتويال بعض المرات انا يعني كنتاسف اننا في المغرب ديال 2023 باقي تنديروا هذه المغالطات اولا في الدول الاوروبيه ما كنهضروش على لا مارج دو فارماسيان كنقولوا لا مارج دو لا فارماسي لا فارماسي شحال كتدخل في العام كوم اونتيتي جو ميكسبليك انا غادي نوضح مزيان فرنسا انا نفسرها باش المواطن المغربي يفهم شنو تيربح الفارماسيان في المغرب الفارماسيان تيربح هذاك هامش الربح شحال باع البواطه وشحال ربح فيها هي اللي قلت تيربح 8% من ثمن الخرد البواطه في اوروبا لا عندهم هامش الربح بحال هذا اللي درت عليه بيان سور ناقص وعاد كيزيدوا يربحوا اون ريمونيغاسيون سور ملي كيعطي ملي كيسلم الوصفه كياخذ اون ريمونيغاسيون على اللاكت هذاك القرايه اللي قرا واش قبل من الماكله بعد الماكله واش بعدها على ليسباس بشحال تاخذ الوقت وشحال الدوزاج وشحال طلعت بك هذيك القرايه كتخلص عليها حنا كنقولوا فابور مور الماكله قبل الماكله الدواء ديال العيالات خذيه لو 15 جوغ حتى لو 25 جوغ ردي بالك على لو بروميي جوغ دي ريغل هاد الهضره هادي في اوروبا كتخلص عليها كتسمى لا ديسبونساسيون دونك الفارماسيان اللي كيسلم الدواء وكيسلم الوصفه تيتخلص على لا ريمونيغاسيون سور لاكت دوزيامون حنا في المغرب تنباتوا في لي فارماسي ونخلصوا الخدام جيبنا وفابور حراسه هما عندهم ريمونيغاسيون سور لا كارد ما كاينش شي حاجه ماكش شي حاجه فابور ملي كيدير ريمونيغاسيون سور لا كارد تيتخلص ملي كيدير لا كارد تيتخلص على لا كارد دوزيامون تماك ملي تبيع دواء جانيس حنا في المغرب تنبيعوا الدواء الاصلي والدواء الجانيس بنفس لا مارج تماك لا الفارماسي ملي تبيع ان برودوي جينيريك عنده اون مارج سوبليمونتير حيت شجع الجانيس دوزيامون كاين لو سويفي ميديكال سا فو دير فرحت ما يمشي للمريض دابا عنده مرض طونسيون تيبقى الفارماسي متبع معاه واش خاصو يطلع على دوز ديال الطونسيون ولا ما يطلعش واش السكر طلع ما طلعش بلا ما يضطر يمشي عند طبيب فرنسا دونك هما كيديروا اون ايكونومي ديشيل هما فحنا يمشي للمريض يمشي للطبيب ولونكومب هما في لي زوبيتو وهذوك سي اون ديبونس بور لي كيس يعطيو الفارماسي يدير سوي ميديكال وتيخلصوا عليه وانا غادي نعطيك البورسونتاج في الربح ديال الصيدليه في اوروبا 20% هو لا مارج و 80% ربح هما الاخرين هما لي بريستاسيون جيتي للمغرب خديتي ليا لا بلو فيبل بارتي من لو كان دون فارماسي في هذاك لي بيي كومباري وقارنتيها بلو كان توتال
هذا حشومه وباش تبين لي انا كنربح حشومه هذا كاين شي نيه مبيته دونك حنا هذاك ملي كتقارن هذوك لي مارش لا قول بهذاك السيد راه تيربح هادي وتيربح هادي وتيربح هادي وهاد الطوطال ديال شحال تيربح. نعطيك مثال نترجم واحد الدواء بحال بوماد الصفراء العينين الى في المغرب حنا كنبيعوه ب 10 دراهم بار اكزومبل ورابحين فيها 80 سنتيم 16 ريال راه في اوروبا غير ربح عليها 1.04 غير حيت عطاها في لا ديسبونساسيون غير الموجوده مازال ما كاع قلنا شحال ربح فيها وكاع ربح فيها حتى زيرو دونك راه ربح 11 ديغام غير حيت ديسبونساها دونك راه الاوروبيين خرجوا من اطار هامش الربح على حساب السعر باش يقدوا يخليوا لي فارماسيان باقيين عايشين حيت الثمن الدواء تيطيح وعرفوا بان الدواء الثمن ديالو تيطيح وما يمكنش الفارماسي يبقى متبع عايش غير بلا مارش دونك يبقى فيغ فايت. ننتقلوا للصيدلي في المغرب كيدير وضعيته امام هذا الشيء اللي كتكلم عليه فرانس انا ملي ولا الصيدلي عنده كارنيه كريدي كيطلق الناس كيطيح من كرامته احيانا باش يبيع الدواء كيسرق الكليان خاصو يحافظ على الكليان ما بقاش داك الصيدلي اللي عنده واحد النوع من الكرامه واحد النوع من المكانه الاعتباريه. هذا هو النقطة المهمة جبتيها لأن شفت في لي كومونتير ديال المواطنين كيفاش كيربح 8% وكيدير 10% التخفيض. أنا تنقول ملي كنسمع هاد الهضرة تنقول قبح الله الفقر. لأن إلى الوالدين ديالنا ولا حنا ملي كنا صغار كنمشيو لافارماسي ديك الساعة كان الفارماسي بريستيج وداك الشيء وكان عنده قيمة وكيدير لي زانفيتيسمون بصح كان لاباس عليه واش عمرو دار روميز ملي كان تيلعب بصح عمرو ما دار روميز. دونك منين ولا الفقر عاد ولات الروميز صافي تجي هذاك الفارماسي ملي كيدير داك التخفيض داك الفارماسي مسكين راه ما باع والو داك النهار تيحاول يدي الكليان الاخرين باش يجرهم لعندو ولا يمشي يدي الدواء للضيور ولا يعني كيطيح لا دينيتي ديالو كتمشي للفارماسي لا دينيتي ديالو والقيمه ديالو في الصيدليه ديالو حتى تيولي يدير التخفيض ويدير الممارسات الغير قانونيه لان صافي وحل لان هذاك الفارماسي منين تيدير داك 10% ما تيبقاش يفكر هو في الربح خصو غير يدور الفلوس لان الاغلبيه ديال هاد الصيدليات الصغار والمتوسطين عايشين بلا شيونس نتاع الموزيع نتاع الكروسيست مول الكرو اللي كيبيع علينا مول الكروسيستري تيعيشوا داك 20 يوم 25 يوم 30 يوم اللي كيعطيه هي باش تقدر يروج دونك هو داك في اخر النهار خاصو باش يمشي يخلص العشاء لولادو يشري لهم شي كتوبه يشري لهم دونك سي بور سا كو دي فوا يساكريفي سون بينيفيس يقدر كاع يبيع ابيرت ولا يبيع براس المال فهمتي حيت خاصو لا ليكيديتي دونك هاد الشيء راه ماشي ان سيمبول ولا اون انديكاسيون ولا اشاره ديال انه كيربح بزاف هذه راه بالعكس راه اشاره الفقر ملي كيوصل ويوصل يدير هذا الشيء صافي راه صافي وصل لو با ديالو ولا كيحط حوايجو باش كيحط حوايجو باش يعيش وهذه الا وصل الفارماسي انه يبدا يبيع بالخساره ولا يبيع كاع ما يربحش باش يبيع راه يمكن نهار اخر الدوله ما حافظتش على الصيد ايوقعوا كوارث اخرى بلو غاف لان السيد خاصو يخلص من دراسه ولدو خاص دونك اليوم هاد لو فيت كو دي فارماسيان فاس دي روميز داك الشيء راه سو با دير كو سان سين دو ريشيس راه سي ان سين دو بوفرتي. امام هذه الوضعيه كنتو على خير سي تدلاوي ماذا انتم فاعلون كفيدراليه من اجل ضمان كرامه هذا الصيدلي وضمان الحقوق ديالو والتمثيليه ديالو؟ اولا حنا كفيدراليه حنا الموقف ديالنا ديما كان واضح حنا كنا ديما ناس بدنائين وديما حاولنا نساهموا لمصلحه البلاد حنا الاول اللي شاركنا في لا كومبان دو فاكسيناسيون الفيدراليه والتنظيمات النقابيه كلها الاخرى باش ما نقولوش الفيدراليه جميع الصيادله بجميع انتماءاتهم السياسيه والنقابيه والجمعويه ضحاوا في الكوفيد اطباء سدوا كلشي سد بقى غير الفارماسيان اللي حال والمقدمين تيدوروا يدخلوا عباد الله للديور حنا الوحيدين اللي كان عندنا لي سي باسي كنضروا في الزناقي في الليل لان حنا اللي كنمشيو نحلوا لي فارماسي وحنا اللي كنديروا وحنا كنا اللي جاي عندك راه فيه الكوفيد انت راه في اون كونتاكت مباشره مع داك المريض راه اللي جاي عندك غالي فيه الكوفيد راه ما كاينش واحد نورمال وماتوا لنا عدد من الزملاء وغادي نجبد واحد النقطه اللي خص الناس يعرفوها يمكن بزاف الناس هذاك المشكل ديال لي كلينيك اللي كانوا تيحسبوا 20 مليون و30 مليون على اللي دخل للريانيماسيون في الكوفيد اللي خصهم يعرفوا الناس بين راه الصيدليه هما اللي وقفوا داك الشيء لان مات لنا واحد الفارماسيان في واحد لاكلينيك وطلبوا لنا 20 مليون ومشينا نوضنا زوباع ومشينا وزاره الصحه ومشينا من لو لون دو ما ابارتيغ دو لاندي باش حدو في 60000 درهم الماكسيموم راه حنا السيد مات لنا ما لقينا باش نخرجوه كنحط الشيك ديالو دوك ماتوا لي فارماسيان كنا في صفوف اماميه وخاصو ما ينساش الحكومه ما تنساش واحد الحاجه انه تم الرفض ديال الفاكسيناسيون في الاول الاطباء رفضوا
يتفاكسيناو وعاد المعلمين كلشي رفض ان الصيادين الوال اللي تفاكسيناو باش يبداو الثقه في المواطنين يتبعوهم باش يتفاكسيناو. دونك اذا كنا حنا كنضحيو التضحيات كلها وغادي لمصلحه هذه البلاد زعما حشومه يحاولوا يوسخوا لنا سمعتنا كذبا كربحوا 57 والسوسره بالشهون عند المواطن. علاش؟ حيت عارفين الا قاصونا حنا ما غنسكتوش وبغاو يحيدوا لنا المصداقيه ديالنا باش منين نخرجوا ناضلوا يقولوا هذوك لاباس عليهم زيد يغوتوا. لا حنا راه ما لاباسش علينا، حنا راه كنضحيو على هذه البلاد وواكلين الدق وصابرين، ويني راه ما غنخليوش شي واحد يدوز علينا، هذه راه ما غنديروهاش. وحنا راه ماشي هو الحيط الصغير وحنا ماشي هو كبش الفداء.